واحنا شفنا يمكن وقالها محمد صلاح النهارده، ادينا بجهد كبير جدا كاس الامم الافريقيه كاميرون، لكن في الاخر التوفيق والله التوفيق لغايه المباراه النهائيه. الحقيقه فعلا كان الاداء، وهو قال احنا راضيين عن الاداء السابق، وانا كمان يعني بؤكد هذا الموضوع. المنتخب اداؤه كان ماراثون كبير، يعني شفناه مع كوت ديفوار، شفناه مع المغرب، شفناه مع الكاميرون في ارض الكاميرون، شفناه حتى في المباراة النهائية، وكلها مباريات ورا بعض، اكسترا تايم ورا بعض ورا بعض، ده تعب وجهاد وانتهاك المنتخب نفسه. شفنا حوالي 4 لاعبين هي خرج، بيكمل يعني في اللي اقصده روح العطاء والاخلاص، وده سيادته اكد ووجه عليه ان الاخلاص شيء مهم جدا، العمل اخلاص للبلد، الاخلاص حتى في اداء المنتخب، وده كان يعني نقطة مهمة اللي فيها يعني إن شاء الله ربنا يوفق أولادنا، وإحنا كمان يعني الحمد لله وفرنا لهم كل حاجة، الطيارة، الوسائل المختلفة كلها ليهم، المنتخب الأولمبي، وكمان يعني أكيد إظهار المدينة، مدينة مصر بهذا الشكل، بهذا الانتهاء، بهذه الجودة، شيء مهم لينا كلنا كمصريين يعني. لا سيادة الوزير، هي فكره كمان سيادة الرئيس يبقى موجود في المدينه وايضا منتخبنا، ونتكلم على محمد صلاح اللي هو واحد من احسن افضل نجوم العالم، فالعالم كله او الميديا العالميه كلها بتتكلم على هذه المشاهد النهارده. المشاهد دي مهمه جدا، لان هو سيادة الرئيس فقد المدينه، شاف كمان المدينه فيها صاله مغطاه 15,000 ودورين تحت الارض، تحت يعني غير الصاله الرئيسيه، وفيها صاله 8,000. نعم. الو. سباحه كبير، اولمبي، في مجمع سكواش، في النادي الفروسيه او يعني ميدان الفروسيه، في اكبر ميدان رمايه في العالم، يعني المدن العالميه فيها 5,000 شوتينج رينج او ميدان رمايه داخلي، دي احنا عندنا تنوع لكل الرمايات، فيها 21 ميدان عملنا اكثر من بطوله عالم عليها، فيها حتى الريشه الطايره موجوده، فيها فندق معسكر فيه حاليا المنتخب الاولمبي، يعني فائق الجوده، فيها مستشفى طب رياضي، فيها متكامله، مدينه متكامله، فيها حاجات كتير جدا، 5 مليون متر مربع، يعني احنا استاد القاهره هو يعتبر ايضا مدينه رياضيه، لان في اكتر من استاد داخلي 1 مليون متر مربع، احنا 5 مليون متر مربع الحقيقه، ده يعني بيدي تنميه ونمو كبير جدا، وعايز اكد ان ده كله خلص في الفترات الاقتصاديه قبل الضوابط الاقتصاديه العالميه، يعني الحاجات دي كلها مدينه انتهت وخلصت، الحياه الفاليو بتاعها بقت كبيره جدا دلوقتي، فاحنا يعني في حلم كرياضيين، في حلم للشباب المصري، ولازم نتباهى بيه داخل وخارج بره مصر. سيادة الوزير، قصه تيشيرت المنتخب، ايه قصه التيشيرت اللي تم اهداءه لسياده الرئيس من كابتن محمد صلاح؟ كابتن محمد صلاح في الحقيقه يعني تقدم لفخامه الرئيس وقال له يا فندم احنا كل اللاعبين ده تيشيرت المنتخب موقعين عليه، وبنديه لحضرتك هديه يعني، وتصور معاه، وشيء يعني جيد وشيء مهم جدا، وده احساس قوي من اللاعبين تجاه قيادتهم السياسيه، يعني فخامه الرئيس وهو موجود، وبيدي رساله مهمه جدا كرئيس رياضي، تريننج سوت زي ما يعني بيلف على اماكن كتير سيادته، وبيشوف ويتجول وبيلبس وبيركب البايكنج، عشان يدي رساله للشباب اهميه الرياضه الحقيقه، وده دور لينا احنا كمان. بس الرئيس عارف اللعيبه كلهم تقريبا، عارف وعارف مين جدد ومين ما جددش، عارف مين جدد كمان. يعني سيادته الحمد لله متابع الحركه الرياضيه، ولانه الرسائل سواء لا يعني سيادته لما قال الرياضة أمن قومي، واهتمام باقتصاد الرياضة، واهتمام أن الشاب المصري اهتمامه في الرياضة ده مهم جدا في حياته الاجتماعية، وكمان حتى يعني رفعة اسم مصر في المحافل الدولية، وحتى على المستوى يعني الرياضة، وهو ما هو الشخص الرياضي الحقيقة حياته بتبقى أكثر انتظاما
ويكون اكثر نفعا يعني للبلد، يعني ده اللي انا اقصده.